احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد في حلقه الامس توقفنا عند ساق الملك وقد ذهب الى السجن ليستفتي يوسف في رؤيا الملك. وقلنا ان ادب يوسف الجم العالي الذي استشهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو كنت ساعة إذن مكان يوسف ما أولت لهم إلا أن أطلب منهم أن يخرجوني. وهذا طبعا من قمة أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلي مقام إخوانه السابقين من الأنبياء، لأنه مرة يقول عن أخيه سليمان لبث الشيطان علي صلاتي الليلة فأخذت بخناقي حتى سال لعابه على كفي فأردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد كي يلعب به الصبيان أو صبيان المدينة عند الصباح، فتذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأبيت أدبا أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. فانظر إلى مقام الأدب العالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف سمع الرؤية، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات السمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال لسيدنا يوسف، شوف الرؤى للتفسير إزاي، تزرعون سبع سنين دأبا، سبع سنين رغد وخير وبركة والقمح والمحصول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، خلاص. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، يعني شوية اللي خزنتوهم السبع سنين الرغد دول كلوا منهم ولكن خزنوا شوية. ليه؟ هي بعدها سبعة تانية شداد. وذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم لما أذته قريش ودعا عليهم اللهم ارزقهم سنين كسنين يوسف، قال أبو سفيان يعني يغلوك بالله وبالرحم ألا تدعو علينا، هو يعرفوا أن إيه أن دعوته مستجابة، لأن كان عتبة وعتيبة أبناء أبي لهب كانوا تزوجوا أم ورقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم، و قامت أم جميل بأمر أبنائها أو ابنيها بتطليق رقية أم كلثوم كي يشغل النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق بناته حتى تؤثر على ذلك على الدعوة. ويعني أساء عتبة ابن أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي داعيا عليه اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. أبو جهل لما أبو لهب لما سمع هذا الكلام قال إن دعوة محمد مستجابة. وكان عتبة رايح في رحلة مع الشبان في رحلة في البر يعني كده في الصحراء، قال عينكم على عتبة إن محمدا دعا عليه ودعوة محمد مستجابة. الشباب ناموا، واحد منهم قام بالليل قال أرى أن أسدا يتشممنا، أنا شايف إن فيه سبع بيشم فينا. قال يا رجل نام، هو الاسد بيتشمم، الاسد بياكل على طول. وكانما يبحث عن شيء فبحث عن عتبه ابن ابي لهب وسحبه وجره من بين اقرانه والتهمه واستجيبت فيه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. يا الله يا ويل من يدعو عليه نبي من الانبياء، وكمان لما يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الرجل الاعرابي اللي جاي وكده منتفخ كبرا فجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون متميز فاكل به شماله. في ناس لا تستطيع ان تستخدم الشمال مفيش مشكله، لكن يعني نحاول ان يعني ينهي اللقمه الى فمه باليمين ان استطاع افضل. حتى الغرب لما علموا اولادنا في الفندقه يقول لك يضع الشوكه على الشمال، لا اله الا الله، طب تضعها على اليمين، يقول لا. ليه؟ حتى شوف اي حاجه اجنبيه كده تجد فورا يمسك الكوب بايده الشمال، كاس بايده الشمال، يوصل فمه بايده الشمال، سبحان الله. ونحن امه تحب التيامن،
إلا إذا كان هذا هو يعني موضوع الفص في المخ والأطباء يتكلمون عن قضية الأعسر واليسر وكده، فلا ضير طالما لا يستطيع يعني، طالما لا يستطيع. الأعرابي جالس يأكل بيده اليسرى، الرسول يعلم أنه يستطيع أن يأكل بيده اليمنى، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع يده إلى يمين، إلى كف يمينه إلى إيه، إلى فيه، بعد ذلك جاله شلل. يا سطر استجيبت في دعوته، يا أخي أنت متكبر، للرسول بينصحك نصيحة وجزاك الله خيرا، لما أنا أنصحك نصيحة أنت تنصحني نصيحة وجزاك الله خيرا. يا أخي حتى لو لم أنفذها أمامك الكلمة الطيبة حلو، لا 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 أستطيع، قالوا لا استطعت، قالوا لا استطعت، شلت يمينه. طبعا كان واحد من المجرمين في مكة يسخر من الرسول صلى الله عليه وسلم ويغمز بعينه هكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأنما دعا عليه، فأصبح طوال حياته إلى أن يموت عينه لا يستطيع أن يوقفها، عينه يعني تتحرك هكذا لا إرادة، لأنه يسخر من أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع الكبر؟ يصنع كثير. تزرعون 7 سنين دأبة فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد، 7 سنين شديدة، يكون لما قدمتم لهن خلاص المخزن في الصوامع وفي الخزائن، الرصيد ده خرجوه إلا قليلا مما إيه تحصلون. ثم شوفوا الزيادة في الرؤية بقى. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، ده فيه كمان هيجي مش الحبوب بس، ده هيجي فيه زيت الزيتون وتجي رطب وهيجي أشياء طيبة كثيرة من الايه التي تعصر في العصارات سبحان الله. ومن القصص اللطيفة لابن الجوزي قصص رمزية لطيفة، قال ان زيت الزيتون وضع في كأس واحدة مع الماء فطفى زيت الزيتون الى اعلى، فقال الماء متعجبا انا الذي سقيت شجرتك، وإذا وضعت معي في مكان واحد تعلو علي، معقول يا زيت الزيتون؟ ده أنا اللي سقيت شجرة الزيتون أصلا أنت جاي منها. قال زيت الزيتون أنت سرت في رضراض من الأرض، تمشي كده سبحان الله، وأما أنا تحملت ألم العصر والهصر، عصر بالعصارة كده، فلما تحملت هذا علوت، فلم يعلو إلا بالصبر والتحمل. عايز يوصل لنا بالقصة الرمزية ابن الجوزي أن الصبر بخير، راح لما يصبر يعلو، ولا يعلو الإنسان إلا بالصبر. فأنا عايز إيه؟ العبد يصبر، اللهم اجعلنا من الصابرين. وقال الملك ائتوني به، هاتهولي. أنك واحد يؤول هذا التأويل وهذا شيء جاي سبحان الله. جاء الرسول من عند الملك، الملك يدعوك، قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن. شوف الادب العادي بتاع بيت النبوة، مش يقول شوف النساء اللي عملوا كذا وكذا وسووا كذا وكذا، لا ابدا، يذكر يعني كناية كده، طب قطعنا ايديهن. ساعتها اطلق الملك وجمع النساء، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، بصراحة يعني لم نرى منه إلا الخير. قالت امرأة العزيز، شوفوا الصدق بقى، الصدق يخرج في لحظات الأزمات، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي واستعصم. الله. جاء إلى الملك وقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. خلاص الله عز وجل لما تبدأ المحن ويصبر العبد عليها تأتي المنح. خرج من السجن، ظهرت براءته، صار يدير أزمة مالية عالمية وأزمة اقتصادية عالمية في زمن صعب، صار يشار إليه بالبنان، هو الذي يوزع وهو الذي يعطي، إما وزير خزانة أو خزائن، يعني شيء عظيم جدا في مصر. وتنتشر المجاعة في المنطقة المحيطة في الشام وهنا وهناك، ويأتي إخوة يوسف
دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وعرفهم شكله ما تغير، هو اللي شكله تغير، لان الانسان وهو شاب يعني بيتغير كثيرا. الكبير تغيره بطيء يعني سبحان بعد 40 و50 يعني تغير بطيء، لكن الانسان في سن المراهقه فجاه كده ايه اصبح طويل وسبحان الله وصار له لحيه وشارب وقصه. عرفهم وهم له منكرون. انظر بقى الى القضيه، بعد ما اوفى لهم الكيل عمل كده ايه يعني قصه، وضع الصواع بتاع التاج او الشيء اللي بيكيلوا بيه القمح او المحصول او الحب، جعلوا في ايه وضعه في رحل اخيه. وبعدين قال ائتوني باخ لكم من ابيكم، انا عايز اخ لكم يكون مش من اب وام، لا يكون اخ لاب. الله، طب ايه اللي عرف الرجل ده ان احنا لينا بنيامين ده هو الوحيد اللي من ام غير الام، اشمعنى اخ لكم من ابيكم؟ الا ترون اني اوفي الكيد وانا خير المنزلين؟ قالوا ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه. ان راك محسن، انت رجل صالح ورجل طيب ورجل معطاء وكريم، وده له اب كبير في السن، ويعني كانهم مع السن بداوا يندموا على اللي عملوه مع يوسف، مش عايزين يفجعوا اباهم بفقد الولد الثاني. فقال لا يعني احنا يعني لا 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 صح ابدا ان يعني نترك اخونا، نترك اخانا هنا الاخ الاكبر اللي هو كان زمان. قال لا تقتلوا يوسف، قال ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا منع منا الكيل، منع منا الكيل، و يعني وهم يعني اجبرنا على ان يعني اخونا لابد ان يبقى بمصر، وعند البقاء بمصر ابقيكم لحظات قليله ثم اعود اليكم مره اخرى ونرى ما هي المنح الباقيه في هذه القصه العظيمه. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. هكذا يقول كبيرهم ارجعوا الى ابيكم. ليه؟ لان القضيه اصبحت بعد ما جادلوا يوسف، قال طب نعمل لهم مكيده صغيره، حط صواع الملك في ايه؟ في الرحل بتاع اخوه. كان الحكم في هذه الايام عند بني اسرائيل ان السارق اللي يسرق يؤخذ عبدا عند المسروق. يا سلام لو طبقنا الحكم ده، ده كان نصف الناس تصير عبيدا مع عند العبودية ورق خلصت يعني. يا الله، مش يعني يرجع اللي سرقه، لا ده يصير عبد عند من ايه؟ عند من سرقت منه. وضعوا صواع الملك التاج او الشيء اللي بيكيلوا به في ايه؟ في رحل اخيه. ثم واذن مؤذن فرعي ايتها العير انكم لسارقون. اقبلوا بسرعه وجاءوا. ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. انا ضامن للي يحصل لنا على الصواع ده ان اعطيه ايه؟ كيد بعير زياده. قالوا والله يعني احنا لم نسرق ولم ناخذ يعني وما كنا سارقين، احنا مش جايين يعني نسرق، احنا جايين نتاجر نجيبنا بضاعه مزجاه وعايزين ناخذ بدلها قمح وذره وفول وحاجات من الحبوب دي سبحان الله. فقالوا طيب فما جزاء من وجد في رحله؟ ايه جزاء اللي الله عنده الصواع الملك؟ قالوا من وجد في رحله فهو جزاء صاحب السرقة، هو اللي يؤخذ خلاص. بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، مش أخرجها، لا استخرجها، في أخرج واستخرج. أخرج لشيء لا أعرف مكانه، واستخرج تقال للمكان
لو الشيء الذي اعرف مكان استخراج البترول يبقى انا عارف ان المكان ده فيه بترول نتيجه هذه المناظير والماكينات والالات الحديثه والحاسبات اللي بتقول ان ده فيه بترول. فاستخراج البترول استخراج المعادن استخراج الذهب فده انا عارف مكانه، استخراجها من وعاء اخي يعني عارف مكانها لانه اللي حاططها هو اللي وضعها، ثم استخرجها من وعاء. كذلك اكيد ان يوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك نرفع درجات من نشاء فوق بعلم عليم. رجع الاخوه طبعا اخوهم اضرب قال انا لن ابرح الارض حتى اذن ابي او يحكم الله لي وانا خير الحاكمين، ارجعوا لابيكم وقولوا يا ابانا ان ابنك سرق، وفي قراءه ان ابنك سرق يعني حيكت له مؤامره يعني طب ماذا نصنع. المهم بعد ما ساروا وجدوا البضاعه كامله واذا بيوسف يرسل اليهم انا ائتوني انا اوجس في القضيه طبعا اوجس في القصه لان احنا يعني القصه تعرفون اكثر مني فانتم اهل علم وثقافه ويعني ما شاء الله عليكم. واتوني باهلكم اجمعين. جاء يعقوب وزوجه لزوجه ابو يوسف وابنائه، وطبعا هم لما كشفوا عن هوية يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي وأصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شوف قمة العطاء الإلهي والقصة في هذه القضية إنه من يتقي وأصبر. أنا عايزك بالله عليك تاخذ من القصة مش تقرأها وخلاص يا سلام ويوسف دخل السجن وبعدين سيدنا الشيخ لم تفسر لنا ولقد همت به وهم بها، هو ده اللي همك في الموضوع يعني؟ طب ما انت نشوف القصة الأساسية ايه اللي تستفيد انت به؟ انه يتقي ويصبر، التقوى والصبر لا يضيع عند الله. خلي بس انت تقوى، يعني ايه تقوى؟ يعني ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وفصلنا هذا كثيرا من قبل. هذه التقوى انه من يتقي ويصبر، لازم الصبر. وحدثتكم من قبل عن الصبر الجميل، مش اي صبر. مش عايزين نسمع كل ما نجلس مع الكبير شكاوى، الصغير شكاوى، الزوج يشتكي والزوجه تشتكي والعيال يشتكوا من الاب والام والاب والام يشتكوا من العيال والجار يشتكي من جاره وصاحب المحل يشتكي من الموظفين والمريدين والتلاميذ يشتكوا من المعلم. الله، طب ما يعني متى نرضى؟ عايزين صبر. صبر يعني ايه؟ يعني عدم شكوى، انه من يتقي ويصبر. المهم ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، احتمال دي تحيه، نوع من التحيه يعني، وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. شو من عشرات السنين لما شفت الشمس والقمر واحد عشر كوكبا لما رايتهم لي سجدين، ادي الشمس يعقوب وادي القمر زوجه يعقوب وادي الاحد عشر كوكبا اخوه يوسف ابناء يعقوب خروا له سجدا رايتهم لي سجدين هذا تاويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. وبعدين ذكر منن الله عليه واذ اخرجني من السجن، مش اخرجني من الجوب، ما هو الجوب برضو اخراج من 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 موت لحياه. ليه ما قالش انقذني من الجوب؟ عشان لا يحرج اخوته ولا يعاتبهم ولا يذكرهم بهذه الحركه الدنيئه التي قاموا بها. انه قال اذ اخرجني من السجن، عدى موضوع الايه، وجاء بكم من البدو. يعني ايه؟ يعني لم يقل لهم جاء بكم من المجاعة، لا لا يمن عليه المؤدب الكريم وابن الناس المحترم اللي هو مربى في بيت فاضل كهذه البيوت العظيمة، لا يمن على أحد بعطائه. أبي وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وعمل أن اللي عملوا إخوته ده معاه من الشيطان مش منهم، يعني هم كويسين بس هو إيه الشيطان اللي ضحك عليهم. يا الله إيه الأدب ده، نظر الشيطان بيني وبين اخوتي. وبعدين هو تفرغ للثناء على الله، رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر الارض توفني مسلما والحقني بالصالحين. يا الله والله قصه يوسف هذه عجيب. قال
شرف الدين النووي ما قرأ حزين سورة يوسف إلا وسره الله. لما تقرأ سورة وانت كده توضى كده واقرأ سورة يوسف شوف وعيش في المعاني وادخل في الألفاظ وادخل خلف الأحداث وشوف البعد الثالث والرابع في القصة، هتجد سبحان الله العظيم كرم الله الذي ليس بعده كرم. ما الذي نأخذه من هذه القضية كلها؟ نأخذ الكثير: الصبر، التقوى، الإحسان، الحق ينتصر وإن طال الأمد، والباطل لا ينتصر وإن طال الأمد. الحق نهايته جميلة والباطل نهايته ذميمة. الحقد لا يبني والحسد يهدم، ولكن الحب هو الذي يعمل الايه، يعمل المبنى الاساسي للدول وللمجتمعات. اي عائله، اي اسره، اي مجتمع في كره وحقد، هذا مجتمع متهدم ومجتمع قايد السقوط ان لم يكن قد سقط بالفعل. واي مجتمع سبحان الله في هذه القيم والمبادئ، قيم الحب ومنظومه المحبه، منظومه العفو، منظومه السماح، حتى قال المأمون: حب إلي العفو حتى خشيت ألا أجر عليه. سبحان الله. فياريت نتعلم الشعر الكريم والسماحة، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. مش ممكن يكون في راجل قاعد تحت سقف واحد مع زوجته لا يتكلم ولا يكلم أحدهم الآخر إلا إذا زارهم ضيف، فيضطر من باب المجاملات الاجتماعية أن يتكلم. ليست هذه بيوت، هذه قبور. هذا بيت العنكبوت لا نحبه في بيوتنا. لا، بيت الصادق، بيت اللي فيه الود وتنظيف الجروح اولا باول. شوف سيدنا يوسف لم يذكر اخوته: انتوا رميتوني في الجب. طب وليه رميتوني في الجب؟ مش كان حرام عليكم؟ يعني برضه من القوه؟ شوفوا ربنا اكرمني كيف وانا بقيت اهم شخصيه في مصر وانتوا اي كلام؟ لا، لم يقل لهم هذا، لان الكبير يظل كبيرا والعظيم يظل عظيما، ولا يتسفل ولا ينزل الى ادنى ابدا، وانما يسحب الاسفل الى اعلى، ولا يخلد الى الارض، بل يصنع من معالم الكرم ومعالم الخير. سبحان الله. هكذا يوسف عليه السلام يقول: واذ جاءكم بكم من البدء. وبعدين الجا وارجع موضوع الشر اللي حصل بينه وبين اخواته، ان ده ايه؟ من نزغ الشيطان، عشان ايه؟ لا يدخل الحرج على اخواته ولا يكون عتابه مرير، لان في ناس في العتاب مريره. لا يا اخي والله، يعني بلاش تقول تعالى لنتعاتب، قول تعالى لنتغافر، تعالى افتح صفحه جديده. فلما الناس تفتح صفحه جديده مع بعضها، هذه ايام طيبه. والقران ياخذ بايدينا الى احسن الاخلاق، ولا ياخذ الى احسن الاخلاق الا رب العباد عز وجل الذي انزل قرانا هذا يتلى غضا كما انزله جبريل الى ان يرث الله الارض ومن عليها، كما هو، كما تلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاه الرسول على الصحابه، نحن ايضا نتلوه كما هو، نفس الايات، نفس الحروف، نفس سبحان الله. فهذا من كرم الله، بس ايه؟ تطبيقه عمليا. نريد ان نطبق هذا القران في واقع حياتنا حتى يتعامل الناس بمرض الله. هل جنى اخوه يوسف من حسدهم لاخيهم انهم قاموا بقتله؟ هل استطاعوا قتله؟ ابدا. 11 راجل، احد 10 رجل، ما استطاعوا قتل واحد طفل صغير، غلام صغير. ليه؟ لان الله يحميه. واذا العنايه لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امان. لما ما تقولش ان فلان بيعمل لي اعمال، سيدني فلان، لا، لا تشغل نفسك بفلان وفلان، لا تظن ان العدو غلب ولكن الولي هو الذي اعرض. اشغل نفسك بتقويه جهاز المناعه الايماني. لما يقوى جهاز المناعه الايماني هتجد نفسك ماشي في الطريق، عندك حصانه ايمانيه. عارف اللي عنده حصانه دبلوماسيه لا تفتش سيارته ولا ولا ولا، سبحان نفس القضيه، انت عندك حصانه ايمانيه، لا يستطيع الشيطان ان يفتش في قلبك ويدخل ويغر قلبك نحو فلان او فلان او فلان. انا والله ارى والله اعلم، تدبر في ايات الله وفي كلام الله هو عباره عن معلم كبير من معالم الايمان. والقصه القرانيه هي القصه التي فيها الواقع الذي يراه الانسان لكي يصلح من اموره. فكم من محنة مرت على يوسف، من محنة الخطف إلى محنة الإلقاء في الجب، إلى محنة مراواة العزيز، إلى محنة السجن، كل هذا إلى محنة العبودية بعد أن كان حرا، ومحنة البعد عن أبيه وأهله ووطنه وأرضه، إلى منحة الخروج من السجن، وإدارة حركة الاقتصاد، وإدارة الأزمة العالمية،
شفاء الصدور وليس صدور قام المؤمنين ودخول اخوته عليه والاتيان بابيه وزوجة ابيه ورفعهما على العرش وخروا له سجدا. كان تأويل الرؤية. وبعدين هو يدعو الله سبحانه وتعالى في اخر المطاف: رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض، توفني مسلما. يا الله، بعد كله عايز يموت على الاسلام، عايز يموت على الاسلام. اللهم توفنا مسلمين يا رب، والحقني بالصالحين. يا يوسف، انت تريد مش امام للصالحين، مش انا اول الصالحين، ده قالوا الحقني بالصالحين، خليني في الطائفه في الفريق. سبحان الله، فريق الصالحين ده خليني منهم يا رب. احبتي في الله، هذه قصه يوسف فيها من العبر والعظات ما لا يعد ولا يحصى. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فهم كتابه والعمل به، وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يهدينا واياكم سواء السبيل، وان يغفر لنا ولكم، وان يتوب علينا جميعا. اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، وارحم كل ميت، وخذ بايدينا الى طريقك يا رب العالمين. زوج بناتنا بازواج صالحين، وارزق ابنائنا بزوجات صالحات. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.